في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين واستكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري، تواصل وزارة الإسكان توزيع الوحدات الإسكانية على المنتفعين في مشاريع المدن الإسكانية في كل من مدينة خليفة، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد باشر إجراءات التوزيع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وذلك بموقع مدينة شرق الحد، وكذلك بمبنى وزارة الإسكان، حيث تجري التوزيعات وعمليات التخصيص بمواقع مختلفة تسهيلا وتسريعا على المواطنين المستحقين من المحافظات المختلفة. وأكد وزير الإسكان أن جدول التوزيع سيمتد حتى نهاية الشهر الجاري، متضمنا تسليم مفاتيح وحدات مدينة شرق الحد وتسليم شهادات التخصيص ضمن مدينتي شرق سترة وخليفة، وذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة ومستمرة تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار الحمر إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتسريع نسب الإنجاز في جميع مراحل العمل في مدينة شرق سترة أسوة بباقي مشاريع مدن البحرين الجديدة، بهدف سرعة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين الذين تسلموا اليوم شهادات الاستحقاق. واحنا اليوم حريصين كنا نكون متواجدين بدعوة من وزارة الإسكان لتسليم المشاريع اللي جاءت بتوجيهات من ولي العهد. للأمانة مشاريع طيبة والمواطنين جدا مستانسين من محافظة المحرق، تحديدا لاحظناهم أكثر من بيت سعيدين من خلال لقاءاتهم بهذه المنازل، وطبعا هذه كلها تأتي بتوجيهات من جلالة الملك. هي لفتة جميلة من وزارة الإسكان أن يتم التوزيع بمناسبة الأعياد المجيدة للدولة. فرحة الأهالي اليوم اللي لمسناها طبعا تعكس توجيهات صاحب الجلالة بالاهتمام بهذا الملف، وأيضا توجيهات سمو ولي العهد الأخيرة بتوزيع 2000 وحدة. هذه كلها يصب في مصلحة هذا الملف ومصلحة المواطن. نبارك للأسر البحرينية الحاصلة على شهادات الاستحقاق اليوم، ونحن واثقون بأن هذه المشاريع سوف تحظى برضاهم وإعجابهم وتوفر جميع الخدمات التي يتطلعون لها، وخاصة بأن الوزارة الموقرة تسعى جاهدة لوضع هذه المشاريع في مدن ذكية توفر جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن البحريني. شكرين ما قصرتي يا وزارة الإسكان، وعلى هالمناسبة الطيبة في العيد الوطني صارت الفرحة فرحتين، ونشكر جلالة الملك ولي العهد على متابعتهم على هموم المواطن وحق وزارة الإسكان. نشكر جلالة الملك ولي عهده على المبادرة هذه بمناسبة عيد الوطني المجيد، نشكره على هذه المبادرة، يعني ما قصروا فرحونا بفرحة فرحتين صارت، وهذه أول واحدة بمناسبة العيد الوطني. أنا فرحان صراحة بالنسبة للوحدة السكنية، وأنا أشكر حكومة البحرين على رأسهم جلالة الملك ورئيس المجلس الوزراء وجميع المسؤولين في وزارة الإسكان، وما قصروا يعطيهم ألف عافية، وعيدنا عيد الثاني لنا، يعني مو عيد واحد، هي عيدين. والله احنا فرحانين، ونفس ما نشوف المملكة كلها تعيد، واحنا الحمد لله لنا عيدين، عيد الوطني وعيد بيت إسكان. الحمد لله تو اليوم جينا وزارة الإسكان وعطونا القسيمة، وإن شاء الله مشكورين ما قصروا. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وأهني الشعب البحريني كامل بعيد الوطني، وإن شاء الله فرحة تدوم على الوطن كامل إن شاء الله. أشكر جلالة الملك على حصولنا على وحدة سكنية، وأشكر رئيس الوزراء على حصولنا على هذا الشيء. الله يخليك مذخر وما قصر على في أي شيء، الله يعطيهم ساعة وعافية. حصلنا على وحدة سكنية بمناسبة العيد الوطني، ونسأل الله إلى الجميع التوفيق